يا هلا فيكم مشاهدينا الكرام من جديد، في عيدكم مبارك. تقرير جميل، وانا نسيت اصلا احنا نسولف عن سوق البلوكات وش كثر فيه خامات وانواع من الخامات، وهذه المشاهد يمكن زمان ما شفناها لهذه الاسواق القديمه التراثيه. نعم. اللي دائما النساء خصوصا بالكويت يحرصون ان يشترون هذه الخامات فعلاً. من هذه الاسواق يعني كثير من السيدات يحرصون على هذه الاجواء المميزه والتحضيرات حقهم وحق ابناء، وايضا السيده الكويتيه عبد الرحمن تساعد الرجل في الاهتمام بمظهره والاهتمام بمظهر البيت بشكل عام لاستقبال اكيد المهنئين في عيد الاضحى المبارك. صحيح، وكل سيده تحرص على ان تفصل ملابسها بتصميمها الخاص، وكل واحده تبي تتميز عن الثانيه طبعا بالوان وباشكال. طبعا ما لي خبره بالموضوع، عاد عندك الموضوع. واليوم ضيوفنا منورينا واحنا نستقبلهم في استديو عيدكم مبارك، فنانين مبدعين لهم بصمه واضحه في المجال الفني، واكيد راح تكون لهم بصمه واضحه اليوم من خلال مشاركتنا هذه الفرحه ومشاركتكم ايضا، ويعيدون عليكم في حلقه اليوم. معنا الفنانه رونق، حياك الله وعيدك مبارك. الله يحييك، ايام سعيده. وايضا معنا الفنان ناصر الدوسري، وعيدك مبارك ناصر. ايام سعيده وكل عام وانتم بخير، وعيدكم مبارك. ايامك سعيده. هلا وحياكم الله. قبل شوي قاعد نتناقش عن تقرير الدشداشه والثوب، وانت فاجاتنا بالزي الوطني السعودي. اي نعم. فخلت تكلم عن الاختلاف وليش هذا التميز؟ التميز بما اني انا سعودي من ام كويتيه، عين اليمين السعوديه وعين اليسار الكويت، هاي ما نختلف. قلت خلنا اطلع اول مره اطلع بزي سعودي، قلت خلنا اجرب هالمره اطلع بزي سعودي. صحيح. نعم. نورنا وحياك الله. طبعا اكيد اهلنا وناسنا والعادات والتقاليد يعني ما بين الكويت والمملكه العربيه السعوديه عادات وتقاليد واحده تقريبا، في امور كثيره احنا متشابهين فيها، لكن يمكن بعض الاختلافات البسيطه مثل شكل الدشداشه وغيرها من التفاصيل. بالنسبه لك رونق كسيده، شلون تحضرين حق العيد؟ اهم الاشياء اللي تحرصين عليها في مظهرك. انا ترى قليل يعني نادرا ما ان انا اسوي تجهيزات حق العيد، لان انا يعني احس ان العيد حق الصغار يعني. اوكي صح احنا نهتم نلبس، بس انه يعني مو اللي وايد يعني انا اهتم بالموضوع، فاشوف انه بالنسبه لي انا شيء عادي يعني. نعم. لكن في مناسبات اجتماعيه دائما الناس تجتمع فيها وتتواصل، لان انا اساسا مقله بالزوارات يعني. صحيح. انا مو من النوع اللي اروح زوارات وكذي. نعم. اوكي انيوني رفيجاتي اروح عندهم ازور وكذي، بس احب البساطه. نعم. نعم. لكن رونق يمكن حالات العيد بصله الرحم دائما، والناس ترسل رسائل حق بعض وتذكر بعض، خصوصا اللي برا الكويت ما يتراسلون، وهذا اعتقد القيمه الاساسيه من عيد الاضحى. صح. صحيح. صح. نعم. ناصر انتو جايين لنا من تصوير وفي تحضيرات كثيره، انا بلغوني ستاف البرنامج بهذه المعلومه. نعم. فكلمنا عن اللوكيشن في مثل هذه المناسبات، يعني اذا عندك تصوير وملتزم في عقد، لكن ايضا في التسامات اسريه في هذه المناسبات، هل تحس الشغل قاعد ياخذك والفن من العائله؟ الشغل قاعد ياخذ كل وقتي بالحياه يعني. نعم. والحين احنا فاقدين نقدر نقول المسرح، لان انا كل سنه انزل مسرح الطفل، ففاقدينه صار لنا سنتين على التوالي. وايد انا ماخذني شغل التصوير والامور هذه، يمكن يوم يومين ثلاثة ايام بالكثير، او نظام شهر ما عندي تصوير اقعد بالبيت اشوف الاهل بعدين انضغط، او نعم. نظام نفس السنه اللي طافت اللي قاعد سنه وحيد امي وابوي امي مسكينه يلا ارجع ارجع، فاكيد نعم حلو. صحيح، والواحد خصوصا اذا سافر دائما ما يذكر يمعاته، واذا صارت المناسبه بالكويت يحن انه يرجع الكويت عشان يحضر هذه المناسبه بين اهله وبين يعني طبعًا. ناسه وربعه. رونق كذلك ودي اعرف منك اليوم يمعه الاهل مثل ما انت عارفه اختلفت، وبحكم التواصل وحكم الظروف الاستثنائيه اللي قاعد تمر فيها الكويت، وايضا اعتقد اثناء تصويركم في اللوكيشنات هم صار في اختلاف في الاستعدادات، يعني تصويركم قبل الازمه مو مثل خلال الازمه، فخلينا نتكلم عن اختلاف الاجواء هذه. انا يعني شوف قليل ما ان انا يصادف عندي يكون عندي لوكيشن فتره العيد، بس بدش رابع يوم العيد لوكيشن عمل جديد، فتوني خالصه صار لي يومين خلصت عمل جديد حق المخرجه صمود الكندري اسمه بين يدينك، بدش بعد شهر 9 عمل ثاني. فالفتره هذه كلها احنا من الجزء الثاني من امر اخلاء احنا
منضبطين. يعني انا اساسا يعني حتى ما يكون عندي وقت ان انا اروح اخلص اشغالي، لان نطلع نروح الصبح نطلع بالليل متاخر، فما يمدي ان نروح نسوي اشغالنا. فصادف ان هالحين الحمد لله ان اول عيد بدش، بس بدش اخر ايام العيد اكون شويه مرتاحه. نعم. وما شفت احد اليوم كلش، ما مداني لان قايمه ومن حاشا جايتكم. حياتي الله. احد ما مداني اعايد احد يعني. نعم. واكيد الكل ناطر العيادي. وذكرت رونق في بدايه حديثها ان الاكثر استمتاعا في العيد الاطفال، فودنا نرجع ناصر معاك لذكريات الطفوله في العيد. شنو اهم الامور والذكريات اللي ما تنساها؟ أنا كنت يعني وأنا صغير كنت أغار من عيال خالتي. ليش؟ مرات يدتي تعطيهم 20 تعطيني 10. فشنو أسوي؟ آخذ من الصغار، بنات خالتي الصغار، أبوق منهم فلوس وأمشي، أيمح وأعطيهم ربع نص. وبما أن كنت شيطان صغير. وفي ناس قاعد يطالعونك الحين. وانصاد والطق. وبما أن في ناس قاعد يطالعونك الحين سواء من أهلك في المملكة العربية السعودية أو في الكويت، فلحن تستقبل عيادي ولا تعطي عيادي؟ أنا ما اعطي ولا استقبل. ولا تستقبل عادي. يعني لينكات طبعا. كل حياتي بالمسرح. اذكرهم انه في لينكات. في لينكات عايد. ابديت جديد. ايه. دزوا لينك نشوف ارد ولا لا. بس احس صح يعني ما تحس بالعيديه لينك. صح. يعني لما احد يعطيك عيديه غير الفرحه هذه غير لما. جديده العشرينة. تبين جديده. طبعا. لينك انا لا عن نفسي اخذ واعطي للحين. نعم. انا كل حياتي بالمسرح فما ما اعطي. تاخذ بالريال ولا بالدينار؟ دينار وريال. وريال. فعلا يعني ذكريات العيد مميزة. بالنسبة لك رونق، شنو الأمور اللي ما تنسينها في العيد قبل؟ وانت يعني ذكرتي هذه النقطة أن الأطفال هم اللي يحسون بالعيد ويستانسون ويحضرون، يعني تلاقيه من قبل العيد ليلة العيد ما ينامون يمكن. يعني شوفي أنا أحس أن عيد قبل كنا نحس فيه أكثر من الحين. الحين لأنه صار قليل التجمعات، الزوارات، يعني الوضع ما تقدرين تروحين أي مكان، ما تقدرين تطلعين يعني وتقعدين بأي مكان. فأحس أنه قبل كان العيد لا وناسة، يعني تحسين أنه فعلا أنت قاعدة الصبح عيد، يعني صح. هذه الفرحة. الحين يعني بالنسبة لي أنا قاعد أقول لك أنه يعني أحس أنه لأنه ماكو شيء يعني يشجع، عرفتي؟ غير الجمعات الاهل الزواره هذا شيء، بس انه تروحين مول ما تقدرين، تروحين اي مكان ما تقدرين، تخافين من التجمعات، تخافين صح. من الزحمه واشتراطات صحيه واشتراطات صحيه وكذي. بحس ان اليهال هم اللي ما تفرق معاهم صح. هم اللي يستانسون اكثر من الكبار. صحيح. ويعني دائما ما نحرص اكيد في هذا العيد على حتى الناس اللي متجمعه تكون متجمعه من الدرجه الاولى اكيد الاقارب وملتزمين بالاشتراطات الصحيه، وهذا شيء مفروض في كل مكان. وانت ذكرت قبل شوي المسرح، والمسرح يمكن يختلف استعداداته وتجهيزاته عن التصوير في المسلسلات طبعاً. في اللوكيشنات يعني احنا كان عندنا مسرحيه بالعيد عيد الاضحى، هذا اجلناه لظروف وكنا حاطين الاشتراطات والتباعد وكل شيء، بس انه خيره. فودنا نعرف منك ايضا اجواء الاستعدادات للمسرح، شو اللي فرق معاكم ما قبل الازمه والحين؟ احنا ما اشتغلنا عشان يفرق شيء، هو اللي فرق نقول الكراسي، الجمهور. يعني اذا كان قبل كان يجونا 1000 قام يجونا 700 او 500. نعم. فاكيد في خلاف كبير يعني. فرق بالعدد تقصد؟ العدد، تصوير الجمهور، اشياء وايد، تعقيم 24 ساعة، المسافة، فوائد أشياء. نعم. وفي بعد نقطة صغيرة إذا سمحتي لي أيضا فاطمة، اللي هي منصات العرض الحين اللي هي زادت في الفترة الأخيرة، وصارت المسرحيات تعرض أونلاين وتنباع أونلاين، وصار كل الناس ودهم يشترونها ويطالعونها من خلال هذه المواقع والمنصات. صحيح. وهذا أيضا فارق كبير أتوقع للمنتج، لأنه قام يبيعها على أكثر من مكان، وبما أنه قام يبيعها على جماهير ناس تجي اليوم، لا اليوم قام يحطها أونلاين واللي يبي يشتريها ولا ينزلها عنده. نعم فعلا، يعني كثير من المنتجين والفنانين مبدعين في مواكبة هذه الأحداث يعني، ولازم الواحد يواكب هذه التكنولوجيا وهذا التطور، وأيضا يواجه الأحداث. يعني في أمور كثيرة صارت واقع في حياتنا، احنا لازم نعرف شلون نتعامل معها، وهني يبدع الفنان. لكن بالنسبة للمسرح رونق، اللي ميزة ردة الفعل المباشرة من الجمهور، فهل بالنسبة لك كونك فنانة
هذه المسرحيات اللي تنعرض على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن أو أونلاين يعني بكثير من الأمور أو ممكن على شاشة التلفزيون، هل لها نفس الطابع أو نفس النكهة عند الفنان نفسه اللي قاعد يؤدي هذا الدور؟ شوفي أنا لأني ما اشتغلت مسرح فما أعرف يعني شعور الفنان لما يكون على المسرح لايف مع الجمهور أو أنه مثلا هو قاعد يمثل المسرحية عشان تنذاع أو تنباع أو تنعرض أونلاين أو أي كان. نعم. بس وجهة نظرك كفنانة يعني أكيد. أنا أحس لا المسرح لايف. نعم. يعني ليش أطالع مسرحية بالتليفون أو آيباد أو على التلفزيون أو أي كان؟ لا مسرحية حالاتها إنك أنت تقعدين وتطالعين المسرح يعني. نعم. تطالعين حتى فرحة يعني تشوفين الوناسة اللي الجمهور متفاعل مع المسرحية. الشعور هذا بس اني اطالعها على انا سينما ما اروح عشان اطالع مسرحيه على الايباد فعلا اللي قاعد تقول انا اسف رونا اللي قاعد تقوله يعني حتى من المسارح الكبار لما بيقط الافيه ما في جمهور هو شلون بيحس ان الافيه حلوه ولا مو حلوه صح فعل ورده فعل عشان حتى لما تنعرض مع الضحكه راح حتى المشاهد اللي قاعد يشوفه بالمنصه صحيح, صحيح. يعني انا درست مسرح عبد الرحمن وحتى أيام الدراسة كنت لما أشوف الحضور يكون من الطلبة مجرد صفقة من شخص واحد تلعب دور كثير في الأداء وفي الألقاء نبرة الصوت صحيح والضحك معدي طبعا واحد يضحك تقال المسرح كلهم يضحكوا وأحيانا كل موقف يعني مو وايد يضحك مو وايد شوية بس يعني تشانس تطلع وانت فرحان شفت هذا الشيء وشفت الأداء وشفت التمثيل فبالفعل شعورنا اليوم في المسرح يختلف عن شعورنا من خلف الشاشات أكيد أجواء العيد والموضوع عن أجواء العيد يطول ويعني يحلى خصوصا في يوم العيد وحب نذكر شغلة اللي هي ريوق العيد وغدا العيد اليوم في ناس تابعنا الحين على الشاشة لكن نزلوا الغدا طاحوا الغدا في ناس لا خلاص الريوق هو الوجبة الأساسية وبس ما في غدا صح بيوت وثقافات تختلف من دولة ثانية عندكم في البيت الغدا هم ولا ريوق الاثنين الاثنين ايه الاثنين بيتنا الاثنين ريوق بعدين ينزل الدنيا احنا ريوق الصبح نعم. الغداء هو عشاء يكون يعني خلاص على الخمس ست كذي نعم اما يعني نتريق يعني احنا ريوقنا مبكر نحط 8 الصبح كذي نتريق نعم خلاص عاد الغداء والعشاء خمس ست يكون وقت نعم. زين نعم يتأخر شوي حزتها الغداء بالنسبة لتحضيرات ريوق العيد دائما ريوق العيد مهم جدا يعني عندنا هو اللي يعطي هذه الأجواء المميزة في البيت وتتجمع الأسرة على الريوق من بعد صلاة العيد فهل تحرصين أن تحضرين هذه الوجبة بطريقة مميزة خاصة الحين مع عالم السوشيال ميديا لازم نصور ولازم لوك معين حق العيد أنا مقلة بالتصوير نعم بس أنا أقول لك هذا اليوم ما يعني أساساً الصبح أنا اليوم اللي أشوف فيه إخواني وأشوف فيه أبوي وكذي فأحرص أني أنا أكون موجودة بريوق العيد نعم بس ريوق العيد حدهم لا ريوق العيد بعد ريوق العيد ما راح يشوفوني لأن راح أكون لاية شيء حلو انك يعني هذه الوقت اللي تكونين فيه تحسين صح. فيه فرحه العيد يعني ريوقكم خفايف ولا معلاق ولحم وكذي لا احنا خفايف ساعات لا يعني ساعات لا نسوي كذي وساعات نسوي كذي فاليوم لا كان خفايف اي بس عيد اللحم مميز بحمسه المعلاق الصبح دائما في ناس يحبونه مع الخبز الايراني وهذه الاجواء موجوده في اغلب البيوت يحبون يحتفلون بهذه الطريقه يعني إذانا بدخول العيد وفرحة العيد طبعا ودائما ما يكون هذا الشيء جميل ناصر قاعد تهز راسك موافقني حيل يعني أنا وياك حمستكم مش تحطون فيها لا أنا دايت ما أتريق أنت دايت بعد مسكين دايت طالع شيء الأكل إيه دايت هو دايت على الهواء ولا بعد الهواء لا دايت صجي بالعيد ما تاخذ اوف يعني احس بالعيد المفروض الواحد ناصر خذ نهائيا نعم هو قاعد يعاقب نهائيا اوف لا نعم خلي ماشي سوي فوكس على شيء خلني على فعلا انا بالنسبه لموضوع الدايت هو ان الواحد يغير سلوكياته في الاكل ويكون لايف ستايل يعني مو يوم يومين شهر شهرين وبعدين الواحد يرد على نفس الروتين لازم يلتزم بالموضوع كلايف ستايل بالنسبه لكم كفنانين اكيد مظهركم مهم حق الادوار حق الكاميرا والكل عارف ان الكاميرا تعطي طبعا وزن ايش كثر الاهتمام بالمظهر بالنسبه لك كفنانه يلعب دور انك تواكبين الموضه ايضا في تجديدك لمظهرك شوفي انا اساسا يعني الحين صار لي تقريبا سنه نعم
الأكل عندي وايد قل، يعني أنا من نوع الأكيلة. نعم. بس نفس ما قلتي اكتشفت أن على الكاميرا كثر ما نضعف صح تل إحنا للحين نبين متان، فصرت أخفف أكلي. يعني أنا ترى وجبتين باليوم ساعات عادي، وجبة واحدة باليوم. دشيت نادي، صرت أحاول أن أنا ما أخربط بالأكل نفس قبل، وأكل حتى في اللوكيشن لما يكون عندنا شغل ويكون عندنا تصوير وقت البريك، تشوفيني كذي أطقطق شيء خفيف ما أكل يعني، أو أن تشوفيني يا أكل شيء خفيف الصبح وبالليل عاد لازم وجبة دسمة قبل لا أنام، أو أتم. بس دايت لا، أنا ما أسوي دايت، يعني أنا مو مع الدايت كلش، مو ربع أنا وياه نهائي، يعني ما أحب الدايت وكذي. بس صحيح. متعب لأن أحيانا وخصوصا أنتم كفنانين يعني تبذلون جهد كبير في اللوكيشن. أي. نفسية هو. تقعدون ساعات طويلة أحيانا تنسى تأكل أصلا. طبعا. بسبب انشغالك بموضوع معين. صح. لكن هذه الأجواء تختلف بالكويت عن في عند دولة أخرى أيضا. ما قال لك هو ترى من الدايت يعني مو بس رجيم، هو حتى يلعب بالنفسية يعني. نعم. إن تتعب نفسيتك. نعم. من الدايت يعني. هو يمكن بس أول بداية إذا الواحد غير نظام أكله يمكن لما تنزل نسبة السكر وتفرق على الجسم، فالجسم يصير يبي لأنه تعود خلاص الكربوهيدرات السكريات هذه. أنا عندي ميزة لاحظت فيني شيء. تفضل. قبل لا أدش تصوير أنا ضعيف، أدش تصوير أنفجر من اللوكيشن وأكل اللوكيشن. وايد ناس يشتكون يقول الكاميرا تمتن. لا لا أنا أنفجر صدق فعليا أنفجر. حدود أدش لوكيشن أطالع نفسي، فالحين صار فيني يا أنا يا الكاميرا. من التوتر؟ ما أدري، مع أنه لا قاعد أخربط أكل ولا شيء. إيه. نفسيا فجأة بس أدش التصوير أنفجر. سألت ناس غيرك الحين تكون نظرتك أنت لنفسك أنك متين. أتنرفز أشوف نفسي على الكاميرا. هي عملي طاب بس طاقة أتنرفز. صحيح. إحنا ودنا نسمع يعني منكم عن أجواء العيد أكثر، لكن ودنا نأخذ أجواء أخرى في دولة خليجية شقيقة من دولة الإمارات. مع عندنا هذا اتصال مع الفنان. نعم الفنان أحمد. نعم. الجسمي. يا مرحبا، اهلا وسهلا. عيدك مبارك. عيدكم مبارك وعساكم من العادين الفائزين، تقبل الله طاعتكم. يا مرحبا منك صالح الاعمال، ويا مرحبا الساعه باهل الامارات. الله يحفظكم ويبارك فيكم، وان شاء الله كل عام وانتم بخير، واهلنا وحبايبنا في الكويت وفي الخليج بشكل عام، الوطن العربي كلهم ان شاء الله بامن وامان وصحه وسلامه يا رب. اللهم امين. استاذ ودنا نعرف منك اليوم عن اجواء العيد وفرحه العيد في الامارات، وشنو تختلف بوجهه نظرك عن اجواء العيد بالكويت؟ الحين الاجواء العيد ترى هو عيد، هي الفرحه، واعتقد احنا بيت واحد والعادات والتقاليد واحده يعني، وعارف. وبعدين احنا من نكبر على طول نقول العيد حق الصغارية خلاص، يفرحون ونفرح وياهم. لكن الحاجة الجديدة في العيدين اللي طافوا ان في ناس محبوسين، يعني هذا عيد ناس يفرحون، ناس هاي الكورونا حبست ناس وخلت ناس، وناس نعيد عليهم من وراء البيبان. يعني اذا حد متكرون ولا في الحالة الله يبعد عنا وعنكم، لازم يكون في الحجر. عاد سبحان الله اي واحد متكرون ومحجور في هذا الوقت يسمع العيد من خلف الجدران ومن خلف الأبواب، لكن الله إن شاء الله سبحانه وتعالى يبعد عنا هذا الوباء. آمين يا رب. ويشافي مرضانا يعني. أي والله يعني الوضع شوية هذا، هاي الكورونا ما خلت فينا حال. نعم. لا قادر نشوف أحبابنا ولا قادر نشوف جماعتنا، وخاصة الواحد بعد يعني مو بمزحل، أحيانا الواحد من كثر ما الوقت، أنا سامحوني أتكلم عن هذا الشيء لأنه هو الأهم صاير. من كثر ما يعدي وياكل وقت وهذا المرض موجود، فالواحد خلاص يستسهل الأمور ويتعود على الشيء ويقول خلاص بعد احنا عايشين، بس والله الوضع ترى سيء، وعلشان كذي لا نستسهل في مسألة ان احنا نتزاور وما نتزاور. أيوة حالات العيد بالأهل والمزاور، لكن مشغولين بعد شو تسوي. نعم نشكرك بصراحة أستاذ أحمد أنك نقلت هذه الرسالة لمتابعينا، أن الواحد ما يتهاون يعني يتواصل عن طريق يعني مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أكيد أهل اللي في البيت معاه المفروض أنه هو يستمتع في كل لحظة معاهم في عيد الأضحى. قبل أوضاع كورونا بالنسبة لك أستاذ أحمد، شلون كانت التحضيرات وأجواء العيد عندكم في الإمارات؟ هل في أمور معينة؟ كلمنا عن غدا العيد، ريوق العيد عندكم.
والله طال عمرك يعني هو من ليلة العيد طبعا، يعني طبعا عيد الأضحى مختلف عن عيد الفطر، يعني طبعا عيد الأضحى واحد يستعد يصير المسجد يصلي صلاة العيد ويرد على الأضحية وعقب يطوف يسلم على الشيوخ الله يطول في أعمارهم، وعقب ما نسلم على الشيخ نطلع نسير عند الوالد هناك، بعد هو جالس فقير وهو لأن كبير العائلة فيجونا كل أهالينا يمرون عليه عبد شلون، فلازم إحنا عاد نكون موجودين قاعدين عنده، وهذه قاعدتنا نقعد لين الغداء، الغداء دائما العيد عند الوالد هناك الأخوان والأهل والأحباب يتجمعون. لكن مثل ما تفضلتي والآن نقول يعني ترى في هذه الأوضاع أصبح فقط العائلة، يعني العائلة الصغيرة وعائلتنا إحنا كأخوان. نعم. وبعدين ويا الأطفال والعيال وعيديتهم وطلعاتهم وسيراتهم وياياتهم. نعم والأطفال دائما هم فرحة العيد، ووجودهم ومشاهدتهم في البيت أو في يعني الشوارع أو في المسجد هم اللي يعطونك شعور العيد وشعور فرحة العيد، ودائما ما تشوفهم يسلمون عليك يبون عيدية ويطلبون منك يعني العيادي. فحتى طريقة العيادي اليوم استاذ اختلفت، صارت في لينكات أو رابط يدزونه للأطفال. طبعا ما في الحين عطني والله حسابك يا أخوي، كل شيء صار إلكتروني. أيه. أنا خايف من حياتنا هاي، كل حياة تبقى حتى الأكل يقوم ناكل عن طريق التليفون، مشكلة هاي. الوضع الوضع إيه نعم الوضع نعم. بالنسبة أنا بكرة هذه لا 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 تفضل أستاذ أحمد. لا إحنا نقول الحياة الآن تغيرت، يعني وضع أصبح يعني كل شيء يعني تحت بند إنه تقديم خدمات أوفر وأكثر وأسهل، وتحولت حياتنا إلى حياة إلكترونية. أحيانا ترى هذه الأشياء تفقد الروح حتى من الحياة اللي أنت تعيشها، يعني من طبعاً. المعاملات اليومية، من حركتك في البيت، من تعاملك ويا أسرتك مع أصدقائك، فأشياء كثيرة. الله المستعان، عايشين فيها الأجواء شو نسوي. صحيح. نعم. إن شاء الله متى راح تزورنا بالكويت إن شاء الله وتنورنا ويكون لك أعمال عندنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله، بس الأوضاع تتعدل إحنا إن شاء الله عندنا مفاجأة جميلة حلوة السنة إن شاء الله، بكون عندكم يعني نص شهر 9 أو بداية شهر 10، وعندنا عمل حليو وجميل نقدمه نصوره هناك في الكويت إن شاء الله. بقعد يعني عندكم قاعدة مطولة إن شاء الله. نورنا أستاذ أحمد. والله بلادي وأهلي وحبايبي يعني وكل منطقة الخليج، لكن الكويت يعني على فكرة أنا رابي فيها سنين ومنين ودارس فيها، إضافة إلى 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 الأصدقاء والأهل، وإضافة إلى مسألة التصوير وما التصوير، فالكويت بلادنا طال عمرك. نعم أكيد طبعا. ذكرت أنك رابي في الكويت، فأنا بنعرف ذكرياتك قبل في الكويت وذكريات العيد تحديدا واختلافها عن اليوم. شنو أهم ذكرى ممكن اليوم تخص فيها مشاهدينا؟ والله يعني شوف أنا ممكن يعني في البدايات أنا دارس من أول ابتدائي ترى في الكويت حتى ثالثة متوسط. نعم. أي. تذكر أي مدرسة؟ بداية قيام لسا. أي مدرسة أنا إذا قلت لك المدرسة الحين تقول مبيه هذا وين يا من أي زمن؟ أي كيف أقول حق الربع؟ أقول الله يطول عمرك. أنا دارس أول ابتدائي في مدرسة الأحمدية. ما شاء الله. أحد يقولون صدق أنت أقولكم المدرسة الأحمدية هذه طبعا شالوها على أساس. أنا دارس فيها أول ابتدائي، يعني أنا كنت على وآخر سنة عقب هدموا المدرسة، ما أدري أنا فال نحس فال زين مو زين ما أدري. و... لا زين انتقلت لمدرسة ابن الهيثم اللي قبل عاد تسمونها مدينة العمال الصيب خان. واستقرينا هناك في منطقة الصليب خات هناك. نعم. وحتى أنا أذكر الثانوية يسموها ثانوية الدوحة. عدل. من زمان. أي ثانوية الدوحة والمتوسطة هناك يعني. نعم. صار نعيش هناك يعني تعرف. نعم. نقوم الصبح ما نصدق نقوم ونركض في الفرجان ودق باب بيت عمك وباب خالك وربعك وجيرانك يعني. صحيح. ذكريات. عسى الله يحفظك ويعطيك طول العمر إن شاء الله، ونشوفك دائما من تميز إلى تميز أكبر في الأعمال وفي عطائك في المجال الفني.
أنا سعيد جدا، سعيد جدا أن أكون اليوم معاكم في أول يوم العيد، وأطل من خلالكم على الأهل والأحبة في الكويت، جمهورنا الحبيب، وكل عام أنتم بخير، والله لا يغير علينا يا رب. نعم. والله يديم الأمن والأمان ويبعد عنا هذا الوباء اللي مفرق بيننا، لا حول ولا قوة. شكرا، شكرا لك الفنان أحمد الجسمي، نورتنا من خلال هذا الاتصال وسعدنا بصراحة سماع صوتك والتواصل معك، شكرا لك. تحياتنا أكيد لك المتابعين وأهلنا في الإمارات، ونعيد عليهم ونقول لهم عيدكم مبارك، ونرجع للاستديو مع ضيوفنا الفنان ناصر الدوسري والفنانة رونق. نرجع معك ناصر، وودي نتكلم عن بعض الأمور اللي دائما تشغل كثير من الناس يعني في حياة الفنان وخصية الفنان، والسوشيال ميديا دعمت هذا الموقف يعني شجعت الناس أن يتجاوزون بعض الأمور. هل تحرص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنك تنقل رسالة ولا تنقل بعض الكواليس الخاصة في حياة الفنان ناصر؟ أنا أنقل حياتي الخاصة قالب صغير، ما افتح وايد يعني. نعم. ما ادش بيتنا اوري شيء اشياء او اصور ايا كان، اللهم اذا بكثر تصوير، اذا كان عندي تصوير مسلسل كواليس او مسرحيه بالبروفات. نعم. كواليس او نظام قاعد بخاطري اصور الربع الديوانيه كذي، بس اشياء ثانيه انا مو وايد فيها، بس اللهم يمكن انزل حتى هذا بسناب، بالانستغرام انزل بوستات. نعم. الصور الشخصيه الخاصه فيني انا كناصر واعمال اللي فيها انا. نعم، وهذا يعني من وجهة نظري هذا صح، انه يكون في حدود يعني طبعاً. الواحد يعني حتى في علاقاته الشخصية ما بالك مع جمهور كبير قاعد يتابعك صحيح. من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ولا تذكرين يعني في البداية ظهور وسائل التواصل الاجتماعي كانت الناس مو عارفة خطورة الأمر، ان الواحد ممكن صح. يصور خصوصيات، وكانت العادة كل شيء مبطل مفتوح وتتفرج وتشوف اللي تبيه، لكن بعدين الناس استوعبوا لا، ان هذه الأداة قد تكون خطيرة وذات حدين. اليوم إذا استعملت استعمال سلبي ممكن تأثر عليك، وإذا استعملت استعمال إيجابي ممكن تزيدك إيجابية وتزيدك نجاح. رونق، أيضا ودي أعرف منك، اليوم ذكرتي عن أن فرحة العيد تكمن بالأطفال أكيد، ودي نتكلم عن طفولتك اليوم مع العيد. أبرز ملامح هذه الطفولة ما أذكر منها شيء، صدق والله ما أذكر منها شيء. أبرز ملامح الطفولة شنو يعني أهم الذكريات؟ منو كان اللي يجمعكم في البيت؟ منو اللي كان أمي الله يرحمها؟ أي الله يرحمها. يعني ما أذكر الطفولة يعني، بس يعني قلت لك نفس ما قلت لك إن عيد الصغار غير عن عيد الكبار يعني. نعم. أنا يعني برجع 20 سنة ورا ولا 30 سنة ورا ما راح أتذكر. نعم. شنو كانت يعني الطفولة صحيح. قبل بس أحيانا نذكر بعض الملامح في البلد نفسه، وأحيانا ما تكون في البيت، يعني أشياء نذكرها، أول نذكر مثلا المدينة الترفيهية، نذكر الأماكن اللي كنا نروح لها وقت العيد ونذكر أماكن ترفيهية كثيرة مو بس المدينة صح. يعني فهذا أشياء مميزة في العيد لازم نروح، ولا المطعم الفلاني لازم ناكل فيه. كنا نروح وايد أماكن يعني قبل، كنا نروح المدينة الترفيهية، حديقة صح. الشعب، يعني الأماكن اللي إحنا يعني كنا نستانس فيها، بس الحين حتى الطفل الحين ما في أماكن يستانس فيها. نعم. لأن صار كل شيء مغلق وكل شيء متسكر وكذي، ف ما في مكان تروحين. اذا الصغار مو لاقين مكان الحين يروحون يستانسون فيه، فتلاقين يعني حتى الكبار ما راح يلاقون مكان يستانسون فيه. نعم، يمكن يمعتهم في البيت. قاعده اشوف كثير من الاسر يسوون انشطه داخل البيت، يعني صاروا يبون بعض الفعاليات. اسوي انشطه بالبيت، ساعات نحجز شاليه نروح. نعم. نسوي فعاليات نونس نفسنا يعني. طبعا الواحد لازم نوقف انه لا خلاص هذا تسكر هذا تسكر هذا تسكر، توقف الحياه. لا احنا قاعد نسوي حق نفسنا يعني اجواء طبعاً. ونسوي فعاليات حق الياهل نونسهم. طبعا الواحد ما ينطر السعاده تجي له، احنا نصنع السعاده. احنا نصنع اللحظه. بالنسبه لك يا ناصر، يعني هل كان في اماكن معينه في ودي اجاوب ترى متحمس ناصر لا لا قول شنو كنت تسوي بالعيد؟ انا اول يوم العيد، اول يومين نجمع فلوس نروح البقاله. ايوه اشتري هاي كلاش بصجمه، عرفت بصجمه نرمي بعض نعور بعض. ثالث يوم خلاص حاجزين لنا اهالينا مسرحيات كاسبر خالد بن حسين، اوجه له تحيه الفنان انا فانزك وهنا. ومن بعد كنا نروح عند الاستاذ الدكتور طارق العلي، كنا نفطر مسرحيات ترفيهيه الشعب. هذا بعد ثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم، بس اول شيء لازم هذه لازم البدايه لازم هذه اول يوم صحيح. وسبحان
الله لكل يعني فريج او لكل منطقه او يعني حتى البيوت احيانا لهم طقوس معينه نقدر نقول. طبعا في بعض الناس يمعت ربع بالليل مثلا ولا عشاء ثاني يوم، صح، في عندهم مطعم يروحون لك العيد ولا قاعده يقعدونها، فالعيد يتميز بهذه الذكريات. نعم، هل بينكم كفنانين في يمعة وزوارة يعني تحرصون عليها رونق في أيام العيد؟ قلة. نعم، يعني ما أدري، أنا مو وايد. نعم، يعني عندي علاقات بالوسط ينعدون على الأصابع، بس إنه تواصلنا بسناب واتساب. نعم، اتصال عمل نلتقي فيه، بس إنه يعني زوارات الروح نتجمع كذي. نعم، لا قليل هذا الموضوع. بالنسبة لك ناصر، هل تحرصون كفنانين شباب تتجمعون في مثل هذه المناسبات تعيدون على بعض؟ اي انا عندي يمكن ربع الفنانين هذول اعرفهم يمكن 10 سنين 12 سنة. اخوي بدر شعيبي، فهد الصالح، عبد الله عبد الرضا، حمد اشكناني، هذول ربعي من زمان، فنتجمع مرات اتجمع عند حمد، مرات اروح عند عبد الله، مرات اروح كذي، عندي هذا. بس الباجي اوكي، اتصالات تواصل اي، بس انه ما نتجمع وايد. صحيح. جروب ثاني اللي تروح معهم مسرحيه كاسبر ولا لا؟ جروب الطفوله. الطفوله الفريج شياطين شي قنطار هيك قاعد اقول انا لازم طبعا الله الواحد ايضا كما يتقدم العمر يتغير بس الناس يتغير الطموح، كل عيد لا تروح مسرحيه اقوى. ها لا، العيد الثاني السنه الجايه رشاش ماي. صحيح. يعني فعلا كثير من التفاصيل المميزة في ذكرياتنا عبد الرحمن عن الطفولة والعيد والعيادي، وهذه الأمور يعني مثل ما ذكرنا قبل شوية الحين صارت حتى التكنولوجيا داخلة في موضوع العيادي كلينكات. ناصر دز لينكات او يندز لك لينكات تشجع هذه الظاهره يعني كعيديه؟ يندز بس ما ارد ادز، يعني اليوم الصبح داز حق واحد حول لي. اوكي يعني تشجع هذا الموضوع كلينك يكون لينك اسهل، ليش اي اطق درب خلاص دز لينك حول لي. وصارت البنوك يعني تتنافس اليوم بتقديم الخدمات اسهل لايصال العيديه من غير ما تتقابلون او تعطي كاش، فخلاص الحين في لينكات، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صار في دفع من خلاله. اي والواتساب مثل ما ذكرت قبل شوي كنا بيسوون بعد هم بزنس اكونت وتقدر تحول من خلاله او شيء من هذا النوع. فاليوم هذا العالم، توجه العالم الى الدفع الالكتروني والى منصات الدفع الالكتروني. راح ادز لك لينك. اي كلنا قاعد نفكر نفس الفكره. نزول ان شاء الله ونشوف. حنضر موضوعكم. وبالاضافه الى ذلك ايضا في ناس تحب تشارك بالظهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وهذا شيء مهم جدا لكل فنان اليوم انه يكون عنده بروفايل في منصات التواصل الاجتماعي. ومثل ما عرفت لكم نشيطين في هذا المجال وقاعد تنشرون الصور الدائمه لتغطياتكم واماكن اللي قاعد تسوونها واخر الاعمال اللي قاعد تحطونها. لكن يوم العيد اذا صادفك في اللوكيشن قد يخرب شو اسمه مزاجك، لان تلقى بعض الناس يدزوا لك رسائل وينك هنشوفك وين تعال تسير، فياثر على نفسيه الفنان. فايش كثر اثر على نفسيتكم رونق اذا شغلتوا في اللوكيشن؟ اذا كان صادف عيد واحنا باللوكيشن؟ نعم عادي، يعني بالعكس راح نستانس، لان مو انه يعني هو صدق تعب انه شغل ويوم عيد ووناسه واجازتك وراحتك تكونين مضغوطه شغل، بس بالنهايه ان هذا شغلنا احنا، وتعرف ان اللوكيشنات اللي مثل هذه والاعمال مثل هذه ما تمشي على مزاجنا احنا يعني، او على طلباتنا احنا، لو علينا لا اليوم ما نبي اوردر مثلا، ولا لا باكر لا تحطوا لي اوردر، هذا يعني اشياء احنا ما نقدر ما نقدر نتجاوزها. فهو يضيق خلقي ان انا عندي اوردر، بس انه نفس ما قلتي انا ونس نفسي احس ان انا يعني مو تعبانه بالاوردر يعني. نعم، ايضا ممكن في يكون تاثير على الشخصيه وتقمص الشخصيه عليكم كفنانين يعني، فهل صارت معك هذه الشغله ناصر من خلال الادوار اللي اديتها ومثلتها، ان في كاركتر معين لازمك حتى في حياتك الواقعيه واثر عليك؟ يمكن اكثر الادوار اللي قاعد اخذها مو كلهم، بس انه ما في كاركتر، يعني ما في نظام الاكت وايد كثر ما هو الطبيعي. فاللي ما اثر علي، اللي بالعكس اللي خذيت من الشخصيه حطيتها فيني زياده، هو شخصيه خلدون
دفات بيروت. نعم. يعني خذيت من خلدون، خذيت من نصر، كونت شخصية. فعندي أنا يا إن شاء الله كاركتر ما تشوفهم خليل لحية وايد. فعشان شيء هذا اللي صحيح راح أتعب فيه. وعلى طاري الشخصيات، يمكن ودي أسأل رونق هذا السؤال. أحيانا الناس يتابعونك في مسلسل أو في عمل بشخصية معينة، بعدين يقابلونك مكان عام، هل يتخيلون هذه الشخصيه نفسها ولا تجيك انتقادات انت ليش سويت شيء بالحلقه الفلانيه؟ وايد يقولوا لي انت بالتلفزيون مسره وانت كذي غير، بس لما نشوفك مثلا بمكان، يعني حتى في بنات لما يكونون يعني بيمعة او شيء كذي اول مره يشوفوني وجه بوجه يقولوا لي لا لا انت غير عن التلفزيون. يعني التلفزيون تطلعين واحده نسره وواحده كلها الداحرين وكلها اعصاب، يعني اغلب شيء تعليقات سلبيه قويه، بس برا يقولوا لي لا انت واحده ثانيه. يعني نعم. يعني اكثر الاعمال اللي اشتغلتها كانت اكثر شيء دراما، يعني اول شيء يعني اشتغله كوميدي امر خلاء. كلهم مصدمين انه مو هذه الشخصيه اللي احنا نعرفك فيها، يعني ما توقعنا انه فيك حس كوميدي. نعم. او انه فيك كذي يعني هذه الروح. فوايد يقولوا لي غير برا، غير عن التلفزيون. هل تحاولين دائما تعكسين يعني صوره ايجابيه عن شخصيتك الحقيقيه وتقول انا مو صدق؟ لان بعض الناس ما يستوعبون ان هذا الدور هو مكتوب، وانا الناس تتاثر بالشخصيه اللي تنعرض. لما اطلع برا اواجه سب واواجه ويعتقدون اقولهم تمثيل يا جماعه. تمثيل لا، هم يكونون حابين الشخصيه يعني، وهذا الشيء بالعكس شيء يونس. انها علمت بس مو لهالدرجه، مو لهالدرجه انه يصير الله ياخذك ما شنو انت سويت الله يحفظك دور ترى قاعد امثل. ف وايد اتعرض حق هالاشياء برا. ولا للتبرير لا تبررين، خليك مثل ما انت. اي انا اللي عاشرني برا غير يعني بالضبط. النهاية أدوار إحنا نأديها يعني. بالضبط. ناصر، هل اسم الكاركتر بعد يرافقك في حياتك الخاصة، أن الجمهور ما ينادونك في اسمك يعني؟ إيه ينادونك باسم الشخصية. وايد يعني بأمرخ لا وايد أطلع بشاي ينادوني عمور. عموري. والله. زهرة. زهرة. عموري عموري لا صحيح. الحمد لله فهم صادقين وحابين يعني. نعم. هم صادقين وحابين بأي شخصية قاعد أسويها، حتى لو إذا شرية أو خير شرية. مرات هم من قبل 2018 سويت شخصية شرية قاموا يسبوني، فأقول برافو أنت صدقت صحيح. الشخصية اللي أنا قدمتها فشكرا. وأعتقد أحيانا يكون هذا نوع من أنواع النجاح، أنك أقنعت الناس صح. وأتقنت الدور لدرجة أنهم آمنوا بهذه الشخصية. أكيد صح. وممكن يبحثون عنك ويشوفون هذا شنو اسمه صجي، ونبي نعرف حياته وتعرف شلون الناس تدور وتسأل مثلا هذه الأسئلة. عيدكم مبارك، استمتعنا جدا معاكم في هذا اللقاء والمر يعني الوقت بشكل سريع. شكرا لك فنانة رونق. تسلمين الله. وشكرا لك الفنان ناصر الدوسري، يعطيك العافية. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. واشكر تلفزيون الكويت على الاستضافة الحلوة. نعم قواك الله ومشكورين. الله يقويك. مشاهدينا راح نستمر معاكم في التواصل من خلال برنامج عيدكم مبارك، ونستمر بتغطية أجواء العيد، لكن بنروح معاكم عند زميلتنا هدي المسليم في مجمع المارينا مول عشان نعرف منها أجواء العيد، وكذلك نسمع منها المقابلة.